ولقد كانت وفاته يوم 31 يناير سنة 1950 إثر نوبة قلبية فاجعة مؤلمة للكويت، إذ خسرت أميرا من خيرة أمرائها وحاكما حصيفا حافظ طوال مدة حكمه على كيان الإمارة واستقلالها وصد عنها كل عدوان. لقد لبست البلاد بوفاته ثوب الحداد وعم الحزن جميع أنحاء الكويت، وخرجت جموع من أبناء الشعب رجالا ونساء وأطفالا لتشيع جثمانه الطاهر من قصر دسمان إلى مثواه الأخير بالمقبرة القديمة لمدينة الكويت. ولقد تقدمت المسيرة الشعبية خلف الجثمان الطاهر أسرة آل الصباح وأعيان البلاد والمعتمد السياسي البريطاني ونفر من رجال البحرية البريطانية الذين حضروا خصيصا في هذه المناسبة. ونعش الفقيد ملفوف بعلم الكويت يسير محمولا على الأكتاف مخترقا شارع دسمان في ميدان الصفات، حيث الجموع الغفيرة من أبناء الكويت احتشدت لتلقي النظرة الأخيرة على فقيدها العزيز الذي كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه. جموع المشيعين تتزاحم في الموكب المهيب مجتازة ميدان الصفات إلى المثوى الأخير، والحزن باد على كل وجه والحسرة تملأ كل قلب، وأصوات المشيعين ترتفع بالتوحيد وبالترحم على الفقيد الغالي. وبعد أن أديت صلاة الجنازة على الجثمان الطاهر حمله المشيعون إلى مقره الأخير حيث وري بين دموع وخشوع. رحمك الله يا أبا جابر، وإلى جنات الخلد يا أمير الكويت البار، وإنا لله وإنا إليه راجعون.